ماذا يصنع من أراد أن يرجع إلى بلده الذي ينتشر فيه فكر التكفير وجماعة التكفير، مع العلم أنهم يأخذون أهل السنة، أنهم يأخذون أهل السنة؟ كيف يأخذون أهل السنة؟ فين يمشون بهم؟ على كل حال بارك الله فيك، ما حكم أو ماذا يصنع إذا أراد الرجوع وتأهل لذلك؟ لا بد أن يرجع، ها؟ وإذا كان أهلا لدعوة الناس وبيان الحق لهم بقدر الذي عرف، يعرف الناس بعلم وعدل وحكمة، وماذا؟ وحكمة، يعرفهم دين الله جل وعلا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. أما إذا وقع فريسة تحت أنياب هؤلاء الفجرة من التكفيرين والخوارج فالحمد لله على توفيقه، وهذا خير ساقه الله إليه، نعم، فليصبر وليحتسب وليسعى إلى ماذا؟ إلى بيان الحق لهم، إن استجابوا فالحمد لله، وإن ذهب ضحية فكرهم الخارجي المنحرف فنسأل الله أن يجعله مع الشهداء، فليس هو بأطهر ولا أنقى ولا أحرص على الدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استباح الخوارج دماءهم بارك الله فيكم، وقتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، أقول يعرف الناس كما قلت بعلم وعدل وحكمة، إذا كانت الغلبة لأهل الباطل هؤلاء فيبين الحق بعلم وعدل وحكمة، يأتي بالشبه إذا كان أهلا، الشبهة التي تروج في مقام التعليم يأتي بالشبهة التي تروج وكانت عنده أهلية الجواب يجيب عليها إجابة موضوعية، القول كذا جوابه كذا، فتعرف الناس الحق وتسلبهم الباطل الذي بقي في قلوبهم ردحا من الزمن دون التعرض للأشخاص إذا كانت الغلبة لهم. إن اضطر الإنسان إلى التسمية سمى، ولو كان في ذلك إزهاق روحه، انتبه، إذا اضطر إلى هذا، وهذه معايير ما 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 ما, ما يأتيها كل أحد. الآن هو بين هؤلاء كما قلت، إذا احتاج إلى التسمية إيش سمى، احتاج إلى المصارحة صرح، ولو كان في ذلك إزهاق إيش روحه. الآن عندنا مصلحة خاصة ومصلحة ماذا؟ عامة. المصلحة الخاصة نجاة النفس ومسايرة القوم الغوغاء هؤلاء، صحيح؟ والمصلحة العامة هي الانتصار للسنة وبيان الحق للخلق، إذ بلغ به المبلغ الأمر إلى درجة ما يمكن معها الغمغمة ولا الدمدمة.